باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. فلتحل علينا نعمته وبركته الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور كلها أمين. كل سنة وانتم طيبين. احنا دلوقتي في فترة أفراح التجسد الإلهي، والتجسد الإلهي ده له شق يمس عمل الله كتدبير إلهي، وشق تاني يمسنا إحنا كبشر. أنا عايز أكلمكم في الشق اللي يمسنا إحنا كبشر. من أكتر الكلمات اللي تعبر عن نصيب فرحتنا في التجسد كلمة نقولها في قداس القديس غريغوريوس: باركت طبيعتي فيك، باركت طبيعتي فيك. طبيعتي اللي هي ايه؟ الجسد. الجسد ده ربنا خلقه على صورته ومثاله، في البر، في العقل، في الحرية، في الإرادة، وأهم من كل دول في الخلود، إن الإنسان يبقى خالد. يبقى طبيعة الإنسان على صورة الله ومثاله، في الحرية، في الإرادة، في البر، في الخلود. جات الخطية وعدو الخير أغوى الإنسان فسقط. فلما سقط الإنسان سقط منه صورة الله، فسقط منه البر، وفشل في الحرية، وفسدت الإرادة، وضاع منه الخلود، لأن صار محكوم عليه بالإيه؟ بالموت. جاء في التجسد ربنا يسوع المسيح عالج الأخطاء اللي حصلت في الإنسان بالخطية، اللي هي البر والحرية والإرادة والخلود. فاداني طبيعة جديدة. فعشان خاطر أختصر معاكم الكلام وأكون مركز، أقول لكم اداني طبيعة لها ثلاث صفات. واحد، اداني جسد جديد، طبيعة جسد جديدة. اتنين، اداني طبيعة تنتصر على الشيطان. تلاتة، اداني طبيعة تنتصر على الموت. يبقى اداني طبيعة انسان جديدة، طبيعة تنتصر على الشيطان، طبيعة تنتصر على الموت. بدل الطبيعة اللي فسدت، وبدل الطبيعة اللي انتصر عليها الشيطان، وبدل الطبيعة اللي انتصر عليها ايه؟ الموت. صحيح يا رب الإنسان ده أفسد صورتك، لكن أنت جيت وعالجت الضعف البشري، وخدت أنت الضعف وديتنا بداله قوة، وخدت أنت الخطية وديتنا بدالها بر، وخدت أنت الموت وديتنا بداله حياة. عشان كده أحبائي، عيد التجسد الإلهي ده له كرامة كبيرة قوي، لأنه ده عيد تجديد طبيعتنا. فلو قدرنا كل واحد فينا يقول أنا إمتى عيد ميلادي، أقول لك عيد ميلادك الحقيقي هو مع عيد الميلاد المسيح، لأن أنت من غير ميلاد المسيح أنت إنسان الخطية شغالة جواه، وإنسان الموت بيحكم فيه، وإنسان الشيطان مسيطر عليه. إيه الإنسان ده؟ خطية وشيطان وموت. جاء المسيح ادانا بر، ودانا غلبة على الشيطان، ودانا خلود وحياة أبدية. نسمع كلمة كده من معلمنا بولس الرسول لما يقولها في فيليبي 4، لما يقول أستطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويني. كل شيء ملك كده، حاسس ان انت قوي قوي كده يا بولس. ايه كل شيء دي؟ في حد يقدر يقول انا اقدر على كل حاجة؟
ده أي واحد فينا يقول أنا أقدر على كل حاجة، يقول له أسكت يا رجل ده أنت شكلك مغرور كده ولا حاجة. نقول له لا، أقدر أقول أستطيع كل شيء، بس حط جنبها الكلمة ديت، إيه هي بقى؟ في المسيح يسوع الذي يقويني. أصلا أنا بقى لي ميلاد جديد في المسيح يسوع، غير طبع الضعيف من ساعة ما ربنا يسوع المسيح أخذ جسدا وصار كواحد منا، بقى جسدنا ده جسد مقدس. عشان كده نقدر نقول كده، الجسد ده بقى جسد يبارك الله، بقى جسد يصير بطريقة روحانية. بقدر أقول على جسدي ده أنه جسد روحاني، جسد يخدم ربنا، جسد يجاهد في الصلاة، أخذ طبيعة جديدة مقدسة. ما عادش الجسد اللي بيسيطر عليه الخطية ويتحرك فيه ويغلب بيها ويسيطر عليها ويوجهها زي ما عايز، لا، بقى البر هو اللي بيسكن فيها. الكلام ده ثمر منين؟ ثمر من ثمار التجسد، لأن باركت طبيعتي فيك. جسمي ده أنت أخدته، فلما أنت أخدت جسمي ده قدسته، فبقى ده مش جسمي أنا، بقى جسمك أنت، بقيت بتعامل مع جسم أنت أخدته، فجسم تبارك. عشان كده لما الخطية تغلبنا، العيب مش في جسدنا، العيب في نحن بنسيب الخطية ونديها الفرصة ان هي تغلبنا. العيب مش في الجسد، ما نظلمش الجسد، لانه ممكن نفس الجسد اللي بيغلط ده هو يعمل البر. فبقى العيب مش في الجسد، لكن العيب في الانسان اللي بيسيب طيار الخطية يسيطر على الجسد. العيب مش في الجسد، لكن في العيب في الإنسان اللي بيسيب طيار الخطية يسيطر على الجسد. عشان كده نقدر نقول إن الجسد ده ربنا باركه وقدسه واهتم بيه وهيمجده في اليوم الأخير. حتى غرائز الإنسان، حتى احتياجات الإنسان ربنا قدس. شفناه بيجوع، وشفناه بيعطش، وشفناه بيتألم، حتى شفناه بيصور، شفناه في كل الانفعالات الطبيعية البشرية، عشان يقول لنا ايه؟ انا جاي اقدسكم بكل ما فيكم. لانه بيتعب، يقول يصنع خيرا، بقى جسمه ده جسم يمجد الله ويعمل من اجل الله. شفناه بيقضي الليل في الصلاة. طب جسمه مساعده قوي؟ ابدا، جسمه برضه ضعيف لدرجه ان بقى يتصبب عرقه كقطرات دم، ما هو جسم ضعيف. لقيناه يمشي عشان يروح للمراه السامريه، يقول لك الكتاب عنه انه تعب. اه، جسد بيتعب. اخذ الجسم بتاعنا ده بس قدسه ورفعه وعلي بيه. عشان كده قد كده انت يا رب قبلت ان انت تاخد جسمي الضعيف ده عشان تباركه وتحوله؟ يقول لك اه قبلت. قبلت ان انا اخد ضعفك عشان اديك روح غلبة. قبلت ان انا اخليك تغلب الطبيعة الاولانية اللي سقطت واللي خلفت. قبلت الخطية اللي اشتغلت في الانسان وسادت عليه، اللي سيطرت على الانسان. جاء المسيح قال أنا هاخدها على نفسي وأنا هحملها في نفسي.